إن كنتم لا تعلمون من محمد فاسمعوا ماذا يقول محمد متحدثا بنعمة الله عليه. اسمعي يا دنيا وصمت أذناك إن لم تسمعي. اسمعي يا دنيا من محمد هذا. اسمعي يا دنيا ماذا يقول محمد عن نفسه متحدثا بنعمة الله عليه. يقول سيدنا رسول الله: بينما انا بين النائم واليقظان والانبياء اذا نامت اعينهم لا تنام قلوبهم، بينما انا بين النائم واليقظان اسمعوا هذه الرؤيا التي رآها رسولنا ورؤيا الانبياء وحي، لا سيما اذا كان الرائي هو خير الانبياء. يقول: بينما انا كذلك اذا اتاني جبريل وميكائيل في المنام، فقال جبريل لميكائيل: زنه يا ميكائيل. فوزنني ميكائيل بعشرة رجال فرجحت به. فقال جبريل: زنه بمئة. فوزنني بمئة رجل فرجحت به. فقال جبريل: زنه بألف رجل. فوزنني بألف رجل فرجحت بهم. فقال جبريل: والذي بعثه بالحق لو وزناه بأهل السماوات والأرض جميعا لرجح به. هذا هو محمد يا دنيا. هذا هو محمد يا روسيا. هذا هو محمد يا أمريكا. حاول المستشرقون ومن يستلصقهم من المستغربين، حاولوا أن يثيروا التراب على رسول الله، ولكني أقول لأولئك وهؤلاء: لو تحول الناس جميعا إلى كناسين ليثيروا التراب على السماء، فسيثيرون التراب على أنفسهم، وتبقى السماء هي السماء ضاحكة السن بسامة المصير. ليعلم الجميع من هو سيدنا محمد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا هو الذي بعث لتوحيد العقائد لا لتفريق القواعد، ليعلم الجميع ان محمدا هذا بعث بشريعة هي للشعوب الفدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم. ليعلم أهل الأرض أن محمدا هذا بعث بشرح كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، وبقرآن كالنهار إذا جلاها. فمن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها. أما غزوة أحد فقد وقعت في اليوم الخامس عشر من شوال عام 3 من الهجرة، الزمان 15 شوال، المكان في قرب جبل أحد، وقد وقف النبي على جبل أحد ذات يوم، وكان معه أبو بكر، وكان معه عمر، وكان
فاطمة بنت من؟ بنت سيدنا، بنت الرجل الذي هبط عليه الامين جبريل وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: اتدري بما رفع الله ذكرك؟ قال الحبيب: الله اعلم يا جبريل. فقال له كبير امناء وحي السماء: ان الله تعالى يقول لك: رفعت ذكرك يا حبيبي بان اسمي لا يذكر الا ومعه اسمه. اسم الله يذكر مع اسم محمد. في الاذان 5 مرات، وفي الاقامة 5 مرات، وفي قراءة التشهد في الصلوات، وعندما ننام على فراش الموت لنسلم الروح الى الله نقول: اشهد ان لا اله الا الله، نشهد ان محمدا رسول الله. هو النبي، هو النبي الذي كتب الله له بين كتفيه بيد القدرة: يا حبيبي ترجح كيفما شئت فإنك منصور. نبي، نبي أعطاه الله شجاعة موسى وشفقة هارون وإقدام داود وعظمة سليمان وبساطة يحيى ورحمة عيسى وصبر أيوب. نبي أقسم له مولانا تبارك وتعالى فقال: وعزتي وجلالي يا محمد، لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد، حتى يأتوا خلفك يا محمد. الجنة حرام على كل من لم يؤمن بمحمد. إن السلطات الهندية صادرت العدد الأخير من مجلة نيوز ويك الأمريكية، لأن المجلة نشرت صورة للنبي محمد. وهل للرسول صورة؟ لكن المجلة أرادت بهذا أن تهزأ برسول الله. وهذا أقوله بأعلى صوتي: إن الرسول محمدا لم تكن له صورة فوتوغرافية ولا صورة قلمية ولا صورة شمسية. إن محمدا لم يصوره أحد على وجه الأرض، إنما الذي صور محمدا هو الله، هو الخالق البارئ المصور. يا أصحاب المجلة، لا يستطيع بشر ان يصور محمدا ابدا. كيف؟ كيف ابو هريره يحدثنا عن سيدنا محمد فيقول: ما رايت اجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما تجري الشمس في وجهه. الشمس التي بيننا وبينها 62,870,000 ميل،
ومع ذلك تملأ الدنيا ضياء وجمالا وبهاء وثناء. بل انك اذا اردت ان تعقد مقارنة بين الرسول وبين الشمس لوجدت الرسول اعظم من الدنيا وما فيها. فالله تعالى شم الشمس سماها سراجا وحاجا وسمى الحبيب محمدا سراجا منيرا. يقول علي دخلت لأغسل رسول الله فلم استطع ان اخلع قميصه من شدة النور الذي غطى عيوننا فظل لابسا قميصه وكنا نصب الماء على القميص ونغسل الجسد الكريم بالقميص. قال ابن مسعود يا حبيب الله ففيما نكفنك؟ قال في ملية بيضاء يعني في ثوب ابيض من صنع اليمن. قلت يا رسول الله فمن يصلي عليك؟ قال الحبيب اذا غسلتموني وكفنتموني فدعوني على شفير القبر ساعه وحدي فان اول من يصلي علي الله رب العالمين. الله 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 يا سيدي يا رسول الله. ثم يصلي علي جبريل وميكائيل ثم يصلي علي إسرافيل وملك الموت ثم ادخلوا علي جماعات وفرادى وصلوا عليه.